حضرتك قلت كمان يعني مفيش فيروس الا ما بيتحور، لكن شطارتك انت ومناعتك بقى. يعني احنا هنا لو مستعدين بنعلي المناعه، دكتور حسام قول لنا نعليها ازاي، لانه حتى لو التحور احنا نقدر نقاومه بالمناعه بتاعتنا ولا طبعا لا؟ طبعا المناعه الطبيعيه ربنا خلقها لنا ده خط دفاع بالنسبه لنا. يعني زي ما قلت ان ما فيش فيروس لازم يتحور، لان هو الفيروس كائن حي بيدور ان هو ازاي يعيش، واحنا كبشر بندور ان احنا ازاي نقي نفسنا منه وان ازاي ما يبقاش فيه فيروس. فهو حرب بين الفيروس ومناعتنا. طب مناعتنا نقويها ازاي؟ البعد عن التوتر العصبي، التغذيه السليمه، لان احنا بدانا كل تغذيتنا ما بقتش سليمه، كلنا بقينا نعتمد على الجنك فود. كويس، فلازم الخضار والفاكهه يبقى جزء اساسي من عندنا. تغيرات الجو الحاده، كويس، وده جايز عشان كده بقينا نشوف في الصيف، لان بقى في تغير جو حاد، احنا قاعدين في تكييف، التكييف عالي جدا، هنخرج على حر نرجع تاني نركب عربيه تكييف. تغيرات الجو الحاد بتبرج المناعه. النوم السليم في الوقت اللي ربنا كتبه لنا، ان احنا ننام امتى ونصحى امتى، عدد ساعات كافيه، تمام. يبقى كل الحاجات دي، نبعد عن التوتر العصبي، التدخين التدخين التدخين، صحيح، كويس، سواء كان سلبي او ايجابي، والتهويه السليمه. احنا للاسف الشديد ما كناش متعودين، جونا ما كانش فيه حر كافي ان احنا نستخدم تكييفات، فكنا على طول دايما فاتحين الشبابيك في الصيف والتهويه. دلوقتي اصبح لا، ما فيش تهويه سليمه وما فيش تغذيه سليمه، وبقى في تدخين في كل مكان، وفي ضغط عصبي وتوتر عصبي، كويس، وانواع الغذاء اللي احنا بناخدها ما بقتش هي الايه المناسبه. تمام، لو احنا حفظنا دول هنحافظ على مناعتنا. طيب، صحيح. طبعا دكتور حسام، اتمنى ان احنا نقدر كلنا ان احنا نطبق هذه النصائح، يمكن اغلبها بسيط ما عدا التوتر العصبي في هذا العصر صعب شويه، بس نحاول. طيب، وفي نظريه عند بعض الناس، وانا يمكن كهبه عارفه انها مش النظريه السليمه، بس بعض الناس بمجرد ما يحس باي شيء، او بنتها او ابنها او جوزها، على طول نجري نديله مضاد حيوي. انا اسمع من بعض الاطباء ان ده ليه خطوره شديده بعد كده على يعني حياه اللي اخذ المضاد الحيوي من غير داعي، وعلى مناعته على المدى الطويل. ممكن حضرتك تشرح للجمهور ايه خطوره تناول المضاد الحيوي دون رجوع لطبيب؟ اولا، اي مضاد حيوي او اي دواء هي ماده كيميائيه، زي ما ليها فايده ليها مضار، لكن دايما الطبيب بيشوف الفايده اكتر من الضرر، عشان الداعي الطبي اللي استخدم عليه الدواء. فإذا لم يكن هناك داعي، فيبقى أنا ما خدش الفايدة، يبقى أكيد هاخد ضرر وحاته قليل. الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية هيفقد مناعتنا، هيغير البكتيريا الطبيعية اللي موجودة في الأمعاء، كويس، ودي جزء مهم من مناعتنا للجسم كله مش للأمعاء بس. وفي الآخر هيؤدي لأن يكون البكتيريا دي أصبحت مقاومة، هي اتعودت إنها تشوف مضادات حيوية بمجموعات مختلفة، فتحصل ليها مقاومة داخل الجسم. فلا قدر الله إذا أصيب مرة أخرى بأي دور بقى التهاب محتاج لمضادات حيوية، هيصبح مقاوم للمضادات الحيوية، فأصبح خد الدواء بس فعاليته قلت عشان هو عمل المقاومة نفسها. صحيح. يبقى هو هيدور كبده، هيدور كلته، هيدور البكتيريا الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا داخل الأمعاء عشان تحمينا، قضى عليها تماما وخلصها، كل ده قلت مشاكل. طيب، بقيت بس جزئية صغيرة معلش. مضاد حيوي، أنا خدت مضاد حيوي عن طريق طبيب كتبه لي وقال لي لمدة أسبوع مثلا باخد كل يوم قرص، جيت في اليوم الثالث أو الرابع بقيت زي الفل، وقفت المضاد الحيوي. كلام كتير على الموضوع ده، ده مظبوط اللي أنا عملته ولا لازم أكمل الكورس حتى لو أنا خفيت، حاسة إن أنا خفيت؟ كل الكتب في العالم بتتكلم إن جرعة المضاد الحيوي لابد من الالتزام بيها، لازم نكمله. ده هي كان في بعض يعني كل المناقشات العلمية مثلا في الالتهاب الرئوي، خلينا في تخصصها، بنتكلم 5 ولا 7 ولا 10، يعني المدة كمان أهم من إن ناخد الجرعة الصح. كويس، يبقى لازم أحدد الدواء الصح بالجرعة الصح بالمدة الصح باستشارة الطبيب، لأنه قلنا المضاد الحيوي يتاخد للبكتيريا مش للفيروسات، الدكتور هو اللي وصفه. هكمله للآخر، ما وقفش عشان خفيت. تمام. في ناس بتحب تجتهد وعندها موسوسة كده شوية وتقول لك لا أنا أحب أأمن، انا هاخد بقى ايه مصل الانفلونزا واخد مصل الكورونا كمان بالمره، واي مصل تلاقيه تاخده، وفي نفس الوقت تقول لك طب انا هاخد بقى ايه فيتامينات كتير قوي، تلاقيها عماله تاخد رصه كده الفيتامينات قدامها، خصوصا فيتامين سي تاخد 1000 و2000 في اليوم، وهو فيتامين سي ده هو اللي هيجيب النهايه في الموضوع. حاله الفوبيا او الهستيريا دي بتؤدي لايه؟ انا مع اللي هياخد مصل عظيم،
يعني زي ما واحد ولا اثنين ولا ممكن يحصل تعارض؟ لا على فكره هو من ساعه ما ظهر كورونا واحنا بنقول ان مصر انفلونزا ومصر الكورونا يتاخدوا مع بعض مفيش مشكله بس في درعين مختلفين. بس في درعين مختلفين اوكي كويس. التكنولوجي الجديده ان هم يبقوا في لقاح واحد ويتاخدوا في درع واحد، لكن ده لسه التكنولوجي دي ما ظهرتش، لسه احنا في انتظارها ان شاء الله، في انتظارها وفي القريب العاجل. فبالنسبه للقاحات كخط وقائل للفيروسات، هو خط قائل للفيروسات جايز في بعض الفئات اللي احنا قلناهم هي دي الاولى بالرعايه، لكن لو انا حتى ما كنتش اولى بالرعايه وخدتها يبقى هي هتمنع ان لو جالي المرض يجي لي المرض بشورس شديده. يبقى انا كده امنت صح اول خطوه. تاني وبرده باكد على نقطه، اللقاحات ما بتمنعش الاصابه بنسبه 100%، لكن بنمنع ان انا لو اتصبت اخد الفيروس ده اعراض ما تبقاش شديده عندي. فلو خدتها اخدها بصوره ايه؟ ضعيفه. بالظبط. الفيتامينات ما فيش حاجه اسمها فيتامين. احنا كنا بنتكلم على التغذيه. هدف التغذيه ان انا اخد الفيتامينات بالطريقه الطبيعيه. لان مين قال ان انا محتاج جرعه فيتامين سي 500 ولا 1000؟ هل انا حللت؟ هو في قرص بيبقى 1000 وفي ناس تاخده مرتين في اليوم، فاذا الناتج 2000 في اليوم. مين قال ان هايبر فيتامينوز او زياده في الفيتامينات ملهاش مضاعفات وملهاش مشاكل سواء على الاسنان او العظام او كذا؟ كويس. ما هو لازم نعرف ان كل حاجه وليها مضرها. الطريقه الطبيعيه هو الطريق الامثل ناخد الحاجات دي. كويس. لكن انا ما اخدهاش، لكن انا ما اخدش فيتامين دي مثلا لما اكون حللت فيتامين دي وعرفت ان فيتامين دي ناقص. ايوه كويس. لكن ما ينفعش ناخد فيتامين دي كل اسبوع او اخد حقنه فيتامين دي او اخد قرص فيتامين دي عشان مفروض ان اخد فيتامين دي عشان كده، لا. ولازم بيتاخد سبلمنت معاه كالسيوم عشان يقدروا يكملوا بعض. لكن تحديدا الفيتامين سي باعتباره هو الاثر في مقاومه الانفلونزا او عنده دور برد. كويس. مش ان انا باخده كوقايه. لو حد استمر عليه فترات طويله واخد جرعات كبيره منه هيؤدي لايه؟ ليها مشاكلها الصحيه سواء كانت على اللسه او على الاسنان او العظام. كويس. فمش لازم. وعلى فكره احنا كل اللي كانوا بياخدوا فيتامينز في عصر الكورونا الاسود في عزها هما كانوا اكتر ناس بياخدوا الاصابه. طب حضرتك يا دكتور حسام، تعليقك على انتشار بعض البوستات اللي بتتكلم عن فيتامين د وان هو مهم وناقص وناقصه بيعمل كوارث والحقه واعمله، هل دي دعايه او للفت النظر يعني تجاره معينه ولا راي حضرتك؟ ما اقدرش اقول انها تجاره او دعايه، لكن اقول ان هي ممكن تكون كان نصيحه طبيه فهمت بطريقه الخطر مبالغ فيها شويه. فيتامين د من الفيتامينات المهمه جدا سواء للنشاط او للحيويه. كويس. وتكوين اعضاء الجسم. لكن انا في تحليل لفيتامين د داخل الجسم انا بعمله بعرف انا عندي كميه كافيه ولا انسفيشنت او ناقصه او قليله محتاجه ادويه. لان انا هاخد كام؟ هل هاخد 5000 ولا 10000 ولا 50000 ولا 100000؟ هاخده يوميا ولا هاخده مره في الاسبوع؟ كويس. ده بيحدده المستوى اللي انا عملت التحليل بتاعه في الدم وعرفت تحليل الدم. كويس. والسن وحاجات كويس. كتير في عوامل اخرى كتير، لكن لمجرد ما اعمل التحليل بعرف انا محتاج ولا مش محتاج. ففيتامين د ما يتاخدش الا بعد ما اعمل التحليل واعرف مستواي قد ايه على اساسه وبحدد الكميه اللي هاخدها.